مشاهدينا نرجع مرة تانية لدينا شرف عشان تقول لنا آخر أخبار الطقس لكن بالتفصيل. تفضلي يا دينا. شكرا ليكي جمانة. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتوقع أن النهاردة في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، لكن في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. برضه هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. بعد على مدار تقريبا أسبوع كان هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، لكن النهاردة في انخفاض حوالي 10 درجات، إيه أسباب الانخفاض ده وهل هيستمر معانا ولا هترجع مرة تانية درجات الحرارة في الارتفاع؟ بالفعل يمكن احنا بالامس شهدنا ذروه ارتفاع في درجات الحراره، وصلت العظمى على القاهره الكبرى فتره النهار 34 درجه مئويه، وده بسبب التاثر بالكتل الهوائيه الجنوبيه مع المنخفض الصحراوي اللي كان موجود وادى لارتفاع درجات الحراره واثاره الرمال والاتربه. لكن بتحول الكتل الهوائيه من الجنوبيه الى الشماليه وتاثرنا بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا بدات خلال فتره المساء درجات الحراره تنخفض. يمكن كان بالامس فرق بين فتره النهار وفتره الليل تجاوز 17 درجه مئويه. اليوم بالفعل متوقع خلال فتره النهار يكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بحوالي 10 درجات عن الامس، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده هيكون بسبب ان احنا بنتاثر بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط على سطح الارض. كمان في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض موجود منخفض جوي بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه ويساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحراره واحساسنا بانخفاض درجات الحراره فتره النهار. فتعود مره اخرى الاجواء الشتويه الدافيه فتره النهار او المائله للدفء خلال فتره النهار على المناطق الشماليه السواحل الشماليه الوجه البحري القاهره الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد. يمكن هتظل الاجواء في جنوب الصعيد مرتفعه فتره النهار، فالاجواء لسه عليها حاره خلال فترات النهار. ايضا خلال فترات الليل هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، ونبدا نسجل درجات حراره ما بين 12 و11 درجه مئويه خلال فتره الليل، وتعود تاني الاجواء ما بين البرد الى شديده البروده في اغلب المحافظات الشماليه، اجواء بارده فقط في المحافظات الجنوبيه لانها لسه بتشهد ارتفاع درجات الحراره. هل درجات الحراره هتقل معانا عن 20 درجه خلال الايام القادمه ولا هنبقى في المعتدل الجو مشمس ودافئ الصبح كمان؟ يعني هي تعتبر درجات الحرارة دي المعدلات الطبيعية لها ما بين 23-22 درجة مئوية، فاحنا لنهاية هذا الأسبوع أقل درجة حرارة هنسجلها تكون 21 درجة مئوية، وهو غدا الثلاثاء إن شاء الله. لكن وارد جدا درجات الحرارة تنخفض، لكن إن شاء الله مش هتنخفض بالانخفاض الكبير فترات النهار زي طبعا الأجواء الشتوية اللي احنا كنا بنعيشها في فبراير، وتنخفض أقل من 20. إن شاء الله تكون 20 درجة مئوية فيما أعلى في موجات الانخفاض في درجات الحرارة، لكن اللي هنحذر منه فترات الليل، لأن فترات الليل ده اللي هنحس فيها بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة ده ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. كمان لما تكون الكتل الهوائية نسب الرطوبة فيها منخفضة ده بيخلينا فترة الليل نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة، فناخد بالنا ونأكد إن احنا ما نغيرش نوعية الملابس بشكل كبير. حتى لو غيرنا وخففنا فترة النهار لازم نحافظ فترات الليل على ارتداء الملابس الشتوية. بالإضافة كمان إن الظاهرة الجوية اللي هتكون مؤثرة معانا خلال الأيام القادمة هو تكون شبورة بالظبط، بالفعل شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويمكن متوقع تكون كثيفة أحيانا خاصة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشماليه غدا باذن الله. فلازم ناخد بالنا من الشبوره المائيه. فرص الامطار يعني اليوم هتكون فرص امطار خفيفه
على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وبعض المناطق من حلايب وشلاتين، لكن بناكد ان هي فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ونسب الحدوث لا تتجاوز ال 30%. الاجواء الحمد لله ان شاء الله تكون مستقره لنهايه هذا. هو في سؤال مهم جدا ناس كتير بتساله، خاصه اللي بيعانوا من الجيوب الانفيه وحساسيه الصدر، هل في اتربه الفتره اللي جايه في الرياح مثيره للرمال والاتربه، ولا الجو هيكون لطيف؟ يعني بصفة عامة الأجواء من اليوم لنهاية هذا الأسبوع مش هيكون في أي أتربة إن شاء الله ورمال مسارة، لأن معظم الفصل هتكون شمالية مش قادمة من المناطق الصحراوية. بالأمس بالفعل كان في أتربة واضحة في الجو ورمال مسارة، لكن إحنا داخلين على الربيع، والربيع دايما بتنشط فيه الموجات اللي بيبقى معاها أتربة ورمال مسارة، فناخد بالنا دايما لازم نتابع النشرة الجوية ونعرف في أتربة ورمال مسارة ولا لا. لكن الحمد لله إلى نهاية هذا الأسبوع مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله ما فيش أي أتربة ورمال مسارة ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 23، الصغرى 12، العاصمه الاداريه 24 11، اسكندريه 21 13، العلمين الجديده 20 12، مطروح 19 11، دمياط 21 14، بورسعيد 21 14، اسماعيليه 22 14، السويس 22 13، العريش 20 13، كاترين 23 6، طابا 24 14، حلايب 28 14، شلاتين 30 15، شرم الشيخ 30 15، الغردقه 29 14، الفيوم 26 9، بني سويف 26 10، الوادي الجديد 37 17، اسيوط 27 10، سوهاج 30 11، قناه 32 12، الاقصر 35 15، واسوان 37 16. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، خاصه كمان ناخد بالنا ان درجات الحراره انخفضت حوالي 10 درجات، وبالليل كمان الجو هيكون بارد عن كده، فنخلي بالنا اللي خفف الملابس يرجع مره ثانيه علشان ما نتعرضش لادوار البرد. لكن الجيد في الموضوع ان احنا ما عندناش اتربه خلال او لحتى نهايه الاسبوع. هرجع مره ثانيه لمصطفى وجمانه عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا. شكرا لكم.